انت زاده مستواك اللوم اللومو؟ معناها انا نجيبك بحذاهم باش ترتقي بالذوق تغني اللوم اللومو؟ عليه؟ عليه؟ ارتقيوا شويه، ارتقيوا في الفن. غنيوا على الاقل نعمل لك البخوخو للعرسي للعرسي استفايل همك على الاقل. هاي لومو لومو ساعه الدنيا لومو لومو تو نحكي. انتم تسمعوا فيلم دا واجهه مع واجهه الجندوبي على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم العشرة 47 دقيقة في المدام وجيها. مرحبا بكم كامل الفريق موجود ما شاء الله تبارك الله. التحقت بينا عروستنا جيجيت بونجور. بونجور صباح النور. نهار كسر ليام. وانتم الكل زيدة خاصة اللي يسمعوا فينا. جي موان 16. موان 17. نحسبوا في الاوف ما يسالش. نحسبوا في الاوف. بعد 16 حاسيلو تو من بعد كي نوليو جي لو جور جي تو نقول لكم شنو هي الجي موان 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 توا. مازلت معاكم اخر نهار انا راه. بالطبيعه. نهار تعرسك باش جي موان زاد. يا ربي حنيني. ليه تخدم ياسر الطف. شو انا قلت لهم تو الناس تو نقول لكم اش معناها موان جي موان درا شنو جي قنيت عايشك انت. بربي اقسم بالله اخر نهار نحكي معاك بالمنطق. أمان آخر نهار نعمل لك سوربريز قدامك وإلا نكمبس حاجة قدام آخر مرة تشمعني آخر مرة آخر مرة. يلا جيجيات شنو أخبار الميديا؟ يلا وش نبدأ وكتب ميديا ماك. نبدأ أول حاجة مع أزمة الكورونا اللي يحكي عليها العالم الكل وخاصة كل مرة نسمع بدواء جديد وإلا فاكسان. المرة هذية سيف الدين مخلوف حكي مؤخرا على الدواء باش يخرج من تونس والمخترع التونسي ودواء هذية نجم ينقذ البشرية الكل من الأزمة هذية. مخترع الدواء كان حاضر البارح في قناة نسمة وتحدث ووضح الموضوع هذية هو الدواء وإلا لا هو كومبليمون اليمونتير بروتين. ما كناش ناويين نتحوه في الاعلام بالسرعه هذه. مازال عندنا معناتها ديماج نعملوا فيها باش نكملوا معناتها المراحل اللي احنا نحبوا نعملها، لكن خرج اسرع من اللي تصورت انا. هو مكمل غذائي التطبيق نتاعو في كل ما هو انفلونزا معناتها لي غريب سواء كانت تكون غريب افيير غريب بورسين غريب نتاع الكوفيد دونك 19 دونك هو معناتها محلول من مواد معناتها اوليه نباتيه هي زيوت روحيه اللي هي عندها مفعول مباشر على الامراض هذيا معناتها توسكي انفيكسيون غراف ولا برونشيت ايغو. فهمتني الطبيب هذا السيد هو ماهوش طبيب هو فيزيائي سيد واخترع المحلول هذا واللي ما حبش يحكي عليه وحسيته يحكي عليه بحرج كبير برشا لانه مش اختصاص ونورمالمون ما نعرفش انا مش باش ندخل برشا في الحكايه هذه. قال ماهوش دواء فينالمون فوالا وخرج تصاور زاد اللي هو كاينه نوع من الزيت ما عنده حتى علاقه بالدواء ماهوش دواء فينالمون. سيف الدين مخلوف ده شنو فيكس غلفة 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 متاع زيو واللي وراه سيف الدين مخلوف شانتيون متاع بارفان عرفت كلمة دوهي لك تستر والله تستر كويس قوي وحلي اي والله هي راهو اسمع نورمال مو نحن نفرحوا راهو كيف بيان سور تبدا اخبار كيف نذية تفرح تقول اي على خاطر توينسا اثبتوا قداش مرة اللي هما بتدعوا بدعوا بلوتو ولا خلقوا ولا ساهموا في 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 خلق دوي. لكن كي تشوف حاجات كيف نذية تولي تقولي عليه بربي عليه بلي حاجة عليه شو بالحق هو بيدو راجل تو نسمع فيه يحكي معناها ميت بالحشم اي متقلق نحيط ميت بالحجم نتاع والله يحكي ويسكت والله انا ما حسبتوش باش يخرج بالطريقه هذيا معليا راجل مازال يمكن هو غدروا غدروا سيد شوف فيه اسكو زيت نتاع شعر نتاع واحد مازال ما لقاش حاسيلو كاهو ربي قد الخير في هالبلاد. ذكرنا موضوع الدواء هذا معناش دواء في تونس اما سمعت اللي المغرب باش تبدا في التلقيح الجمعه الجايه عندهم سيف الدين مخلوف خديت ريسك ملي والله مع بلدان اخرى وكل شيء واحد باش باش يبداو يبداو التلقيح ان شاء الله نحن 6 اشهر قال لك احنا ان شاء الله باش يجينا التلقيح نتاع 5 مليون يظهر نتاع 5 مليون في مارس اكيد ولا في ماي 6 اشهر قال لك اخرين ما تعرفش تحسب ربع الشعب احنا مازلنا نستنيو في الفاكسان نتاع الغريب توا اكزاكتومون جاو كعبات خذاو منهم العائلات نتاع لي فارماسيان وكل شيء.
شكرا. جيجي خذيتهم. جيجي ليلي صغيره جيجي مش تاع فاكسان. فاكسان نجم تلقح انت راه. ليه انا مانيش لقح ضد حاجه اخرى. ليه انا مانيش لقح ضد الكورونا الحق نتاع ربي معناتها باش نبداو واضحين من توا قبل ما ندخلوا يجي الفاكسان مانيش مش لازم خير فما شكون يحتاج اكثر منك. يحتاج اكثر منك. بركا لما زلت انت جون وبدنك يقاوم. فوالا. انتبه مع الحقائق الأربعة في حلقة البارح أربع تحقيقات اللي تفعلوا معها توينسا الحقيقة كما البراكاج اللي صار العروسة من غدوة للتعرسة وبرشا دونك بين الجرائم بين المواضيع المهمة لقيت توينسا ركزوا أكثر مع الموضوع هذا واللي هو تحقيق الأيمن معتوق مليارات كليها السوس مرة أخرى في الميناء شنو اللي صاير في الروز القهوة تي المواد هذية اللي تم استيرادها المرة اللي فاتت أما تقعد بالأشهر طويلة في الميناء ما تخرجش شنو الأسباب نسمع شوية اللي تعدى في الحلقة الروز هذا شنو مصيره هل مصيره تسويق من بعد ويتباع يتباع لنا بعد ما يكون مسوس هكا هل هذا الروز يعتبر تعفنا ويتم اتلافه شو اللي صاير في ملف الروز تحديدا وعليش فما روتار كبير يوصل للشهرة تقعد المواد الغذائية مطيشة في الأبراد مئات الأطنان من الرز المستورد مئات الحاويات معبية بالقهوة بالتاي الكلهم ما زالوا مطيشين لحد الآن في ميناء رادس أكثر من 500 حاوية متاع مواد غذائية موجهة للسوق التونسية ما زالوا متبلوكين في بورت رادس منذ أكثر من 5 أشهر صحيح والرز مقطوع قال لي المخرج اون بلوس معني علاش محطوط غجي ها كما ما ملوح ما تفهموش علاش يا اما صفقه ما زالت ماهيش واضحه لوين ماشي وكيفاش وعلاش ولا الرشوه مخلصه هو راه يقول لك الكبالية ما فماش وكل شيء وعنا 6 و3 معناتها هذا حسب ما قالوا البارح وثلاثة أمبان وثلاثة يخدموا راهو الى يومنا هذا نعرف شكون وعنا معناتها سلعه في البرت يقول لك الكبالية ما فماش صفر ما فماش حتى كافالي تخدم دو اون دو دو فما برشا عبيد فما برشا بابورات كي تجي تقعد باللشرة ما تدخلش الكي وفي وسطهم دي زانغريديون ولا دي زاليمون معناتها حاجات اليمونتير يفسدوا في البحر الحومات برشا حاجات معناتها وهذا شنو السبب نتاعو وهذا سبب المانك دورغانيزاسيون نتاع البورت على خاطر اليوم فما كان ستان بارك شركه واحده اذا انت شركه واحده مش تبدا تدلل حتى كان انت عندك مانك نتاع ايفكتيف ولا عندك مانك دي مويان مش تقعد ديما تعمل في جوستيفيكاتيف باغ كونتر كان تجيب لها شركه اخرى كونكورونت تولي تخدم معاها تشوف شنو يولي البورت نتاع رادس اما كي انت وحدك اليوم مسي نورمال مش تقول راه مونك دو مويان مونك دو واحد وراني انا ما نجمش وراني مون غوتار في جور تروتار في جور تروتار في جور تروتار ابار الفلوس اللي تمشي تحت الطاوله ابار مش ناس كلها رانا ما نقدرش ناس كلها تي بيان سور عاد هذا ولينا نشوف فيها برشا برشا اني انا باكزومبل نعرف فلان ونحب السلعه نتاعي تدخل الاولى شفت بربي والله برشا مقاسي ولينا تلمو نسمعوهم برشا مرات لين وليت حاله عاديه عادي نوتر قو كوتش دليم عامرين بالقاضي صحيح صحيح حسيت نحكي علاش على خاطر بحاجه في شفتهم معناتها انا وعشتهم حاجات كيف هكا ليه المشكل توا باهيك يخلط بعد شهرين ولا ثلاثه باش يخلط مساوس اسكو باش يتباع مرة اللي فاتت نتفرج في على الفيسبوك في سميد وفارينا معناها الدات نتاعهم ماهيش بيغيمي ما زالت موجوده والمراه تغربل وبكلهم حاشاك دود معناها هذاك اللي انت يغيظك توليش شنو باش تعمل معناها كيفاش باش ترد بالك كيفاش باش تعرف مسوس ولا مش مسوس نجم تستعمله ولا لا نمشي للخبر اللي من بعد الخبر اللي من بعد البارح شفتوا مجموعه من الصور اللي فاتت مصريه اسمها سلمى الشيمي تصورت في منطقه اثريه في مصر قامت الدنيا وما قعدتش على اللبسه نتاعها اللباس المصري قالك شوهت المنطقه الاثريه المصريه نتاعنا والاهرامات هي لبسه لباس فرعوني برشا قالوا هذايا لباس خليع وما مثلناش نحنا في مصر وما مثلش المساره وشنو حكايه اللبسه وكيفاش خليوها تدخل المنطقه الاثريه هذايا باللبسه هذه في اليوم السابع عملوا حوار مع المصور اللي عمل لها سيونس فوتو دونك كيت نسمعوا شويه واهم موضوع شنو كان اللي حكيوا عليه برشا برشا انتوا اتفقتوا على السيشن بشكلها باللبس بتاعها بالستايل تمام فرعنا يا فندم تمام وبعدين اتحركتوا واخترتوا المنطقه اللي هتصوروا فيها ثواني هو دخلت اول ما دخلنا من على البوابه على طول هو الراجل حب يشوف اللبس كانت داخله بانهي لبس احنا دخلنا من على البوابه بلبس عادي كانت لابسه ايه لبس عادي عبايه عاديه عبايه تمام دخلنا الراجل هنصور سيشن وكده قال لي ايه يعني هتصوروا ايه قلنا له حضرتك احنا هنصور سيشن عادي شخصي قال لي لا يا فندم ده كده اعلان ومش عارف ايه قلت له لا يا فندم والله ده سيشن شخصي مش اعلان
فقال لي طب وريني اللبس، قلت له بلبس الفراعنه اللي حضرتك شفته ده. تمام تمام ما اتكلمش خالص. شاف اللبس شاف اللبس وافق عليه. قال لها بس البسي عباءه سودا تاني. طلعنا فوق فندم يعني معلش يا حسام الاول بس انت دلوقتي هو اداك الموافقه ودخلت يا فندم هو الرسوم كام وهل اخذت ايصال ولا لا؟ لا يا فندم هو حضرتك قال لي هنراضي الناس اللبس اللبس خاطر فما قانون راهم غاديكا هما مش اي عبد يجي يصور في المناطق معناها الاثريه نتاعهم، فما شروط وفما قوانين وكل دونك هو ذول يلعب لعبه مع 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 الاخ البس عبايه نحي العبايه وقتها ورجع العبايه في بالوش اللي صار باش يخرجوا معناها العالم والهم الازرق الكل باش يشوف. هي اللي قالوا انهم تصور مثيره مثيرة أكثر من هو معناها لباس معروف يلبسوه كليوباترا معناها معروف حتى في الأفلام يلبسوا هكا في الأفلام اكزاكتومون يلبسوا الأفلام التاريخية كي نتفرجوا تلقاها نفس اللباس هذاك، لكن هما قالوا اللي فما معناها برشا إثارة. هي هي تثير هي عندها فتاة معناها فتاة مش اللبسة راه هي الفتاة مثيرة شوي، حتى دخلنا على الانستغرام تاعها وحبينا ناخذوها في التليفون ما جاوبتش. مثيرة في الانستغرام يمكن. اما مش اول مره في مصر يكون عندهم مشكله من لبس. نذكروا الممثله المصريه في واحد من المهرجانات عمني والظهر بس ما نذكر مشكله كبيره على الروبه اللي ظهرت بها في مهرجان سيمائي. دونك مشكله لا خاطر هذيك الظهر وملابسها داخليه ظهرت معناها ذاك علاش معناها موفمون اللي هي قالت ما فقتش بالبطانه اللي طلع من الروبه وطلع الفوق وكل شيء وحقه كل شيء فما بون تمشي تحقق على روبه علاش لبست الروبه هذيك علاش ما فقتش روحك هذيك علاش الاثاره علاش الاثاره لماذا الاثاره هذا ديما سؤالهم هم المطروح برشا جم انا لقيتها محلاها ساعه والله مزيانه ولبسه محلاها وكل قال لك ليه خاطرها بصحتها شويه معناها كان جات اضعف يمكن يمكن ما تحكي عليها حتى حد كان جات اضعف اون توكا هما مشاو يحقوا الاثنين ومازال ما نعرفوش شنو ينجم يصير معاهم ينجم يلقاو روحهم في الحبس بوتيت خاطر يظهر عندهم العقوبه هذيا على التصوير واحد يدخل الحبس ولا ان شاء الله لي ما نتصورش ربي معاهم في مصر نحن في تونس ما نعرفوش شنو العقوبه تاعهم لازم تكون خطيه احنا ماكسيموم في تونس دي كومونتير ولا سيت فيسبوك في برشا نعرفوا على بعضنا وفيت الهدره غاديكا باهي نكملوا مع اخبار اليوم اللي يجي من الهيكل الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي البصري. مش اول مره توجه لفت نظر لوسيله اعلاميه بخصوص استعمال اللغه الفرنسيه في البرامج. اخر مره كابافام المره هذه البارح قناه التاسعه يتوجه لها لفت نظر وتقول الهيكل اكدوا لاستعمال لغه وحيده تجنب استعمال اللغه الهجينه وتقديم كل البرامج بلغه واحده واضحه ودقيقه تكون عربيه ولا بالدارجه مهذبه اما ما تكونش فما لغه اجنبيه في وسط البرامج هذيا. صارت مرتين تقريبا في فتره قصيره ما نعرفوش هذيا توجه هذيا تشكيات ولا شنو بالضبط خاطر معظم البرامج في تونس باش تلقى كلمه ولا كلمتين باش يتعداو بالفرنسي ولا انجلي ولا اي لغه اخرى وساعات الموضوع يستوجب هذيا مشكل الاعلام تو هو اللغه الفرنسيه في البرامج هو يقول لك حط سوتي تخاجي اذا تكلمت بالفرنسيه ولا لغه اخرى تي مو توكي توكي مريم بن ميمي تقول بونجور في قناه التاسعه نكتبوا مرحبا صباح الخير شكرا لك جيجيت ميرسي بوكو نتقابلوا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت توا ال11 صحيحه توا ال11 موعد الاخبار وراجعين اي اف ام ميتيو عسلامتكم ومرحبا بكم على إيفام أحلى غاديو. يوم الثلاثاء 1 ديسمبر نستقبلوا شهر جديد بالأجواء المستقرة سما صافية في أكثر الجهات ومعها شوية أصحاب وفي العشوية تتواصل نفس الأجواء والدنيا تزيد تغيم أكثر في الشمال. الريح معتدلة وما تقلقناش سرعتها ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة هي زادة في استقرار أعلاها بين 18 و22 درجة وتبقى في حدود 14 درجة في المرتفعات وباش نسجلوا في العشوية على المناطق الساحلية 19 درجة في بنزرت وتونس 17 في نابل 20 في سوسة مستير مهدية وصفاقس وبالنسبة للمناطق الداخلية في العشية عنا 18 درجة في بيجا 19 في جندوبة 18 زيدة في زغوين وسليانة 16 درجة في الكيف 19 في سيدي بوزيد قصرين وقفصة 20 درجة في تطاوين و 21 درجة في كل من توزر قبلي وبرج الخضراء. أنا نرجعكم الساعة الجاية بحوالة الطقس خليكم معنا ما زلنا مكملين مع واجهة الجندوبي في المدام واجهة أما توت سويت وقايت الأخبار. إي إف إم توالى 11 في تونس 10 في دوبلان.